قررت المحكمة إحالة أوراق القضية للسيد الدكتور فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي الشرعي في شأن المتهم المرهان خليل محمد عبد الله خليل، وحددت جلسة 18/2/2023 لإيداع التقرير والنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمة وعلى النيابة العامة إحضارها من محبسها لتلك الجلسة. رفعت الجلسة. ما حدش يتصور يا جماعه، بعد اذنكم يا جماعه، بعد اذنكم.